الواسطين. وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. تعالى أخذناها هذه الأسبوع الماضي. وقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن أمين. تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقوله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بس قف عند هذا، قف عند هذا. ما زلنا مع الواسطية، وهي وسط بيان أن أهل السنة والجماعة عدول، وسط بين أهل البدع والضلالة في كلام الله جل في علاه، لا سيما في مجمل الكلام على الصفات الفعلية. فنحن بين الغالين وبين الجافين، وأهل السنة والجماعة وسط عدول. وأهل السنة والجماعة وسط عدول في ذلك. فهناك من قال بنفي الكلام عن الله كلية، وقالوا كلام الله مخلوق كالجهمية والمعتزلة وأيضا الروافض والخوارج، هؤلاء من أضل خلق الله جل في علا، فقالوا بأن كلام الله مخلوق، بأن كلام الله مخلوق. وطبعا كل الآيات التي جاءت أولها على الخلق، وقالوا خلق الله كلاما في الشجرة، يعني الشجرة هي التي قالت يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك أنك بالوادي المقدس طوى، الشجرة تتجرأ على ذلك. حاشا لله، حاشا لله. وهناك من يقول بأنه يعني لا يتكلم، في حقيقة رغم أنه قال لا يتكلم، لكن هو قال يتكلم لكنه لم يقل بقول أهل السنة والجماعة. فمنهم من قال هو يتكلم كلام عبارة عن كلامه، هذا ليس بكلامي، أثبتوا الكلام جملة، وقالوا القرآن الذي بين أيدينا ليس بكلام الله بل هو عبارة عن كلام الله. وهناك من قال هو تكلم والكلام بصوت وحرف، لكن اكتسب الكلام وقبل ذلك ما كان مكتسبا له، وهذا معناه وصف الله بالنقص، حشاه تعالى الله علوا كبيرا. أهل السنة والجماعة يقولون كلام الله هو كلامه، هو صفة من صفاته غير مخلوق سبحانه جل في علاه. فالكلام صفة من صفات الله جل في علاه، وهي من الصفات الفعلية، يتكلم الله بما شاء وقت ما شاء حيث ما شاء سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه: يريدون، قال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. قال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، الشاهد هنا يسمعون كلام الله، أضاف الكلام لله جل في علاه، أضاف الكلام لله جل في علاه. وهذه الإضافة كما قلنا يعني التكرار في استقرار في القلوب، المضاف لله نوعان: إضافة عين مستقلة بذاتها كالكعبة، كالناقة، كعيسى روح الله، كمحمد عبد الله. قال النبي قال الله جل، قال النبي أو قال الله جل في علاه: ناقة الله وسقياها. وأيضا الكعبة بيت الله وليطوف ببيت العتيق. وقال عن عيسى عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله، أن عيسى عبد الله ابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أضافها له إضافة تشبيه، إضافة تشريف، فهو روح الله تشريفا، إضافة تشريفا لأنه عين مستقلة بذاتها. أما المعاني فهي إضافة صفة للموصوف، إضافة صفة للموصوف. قال الله تعالى: حتى
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. والتحريف أنواع، التحريف أنواع. نعم. من التحريف التعطيل، أو من التحريف التعطيل الجزئي، أو من التحريف ما يسمونه تأويلا، وهو في حقيقة الأمر أنه تعطيل. يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وأنت تعلم بأنهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن مسألة الزاني والزانية ما حكمهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا بالتوراة، ائتوا بالتوراة. قال لما قال الرجم قالوا بل الجلد والتحميم، بل الجلد والتحميم. قال فقال الله تعالى طعهم يقولون إن أتيتم هذا فخذوه ولم تؤتوه فاحذروا. والله جل في علاء أمر نبيه أن يقول قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فهم يحرفون كلام الله جل في علاء. فجاء بالتوراة، جاء بالتوراة فقالت لها فتلاها، فلما جاء عند آية الزنا وضع الخبيث يده عليها، فقام عبد الله بن سلام فضرب يده وقال يا لكع يا لكع أخر يدك يا لكع أخر يدك لكع أخر يدك. فلما أخر يده قرأ آية الرجم فأمر بهما بأبي هو وأمي فرجمهما. وهذا تيئيس من الإيمان من هؤلاء، لأنهم يحرفون كلام الله الذي فعله بعدما سمعوا وبعدما عقلوا هم يحرفون. وهذه فيها لطائف ثلاثة. الأولى أنه ما من أحد إلا وقد أقام الله عليه الحجة، لا يحسبن أحد أنه هارب من ذلك وأن الله لم يقم عليه الحجة، بل الله تعالى قد أنار طريقه في أكثر من مرة وأضله على علم وقد أقام عليه الحجة. فانظر هنا أقام الله عليه الحجة. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، طب عقلوه أتقنوه، نعم عقلوه أتقنوه وحرفوه، يسمعون كلام الله يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، ضع تحتها خطوطا، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هم يعلمون أنهم يحرفونه، هم يعلمون ذلك، ولذلك قالوا إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو آمن بي 10 من اليهود لآمن كل اليهود، يعني معنى ذلك طيلة هذه السنوات لم يؤمن بالنبي من اليهود ما يقرب من 5 حتى، ما في. وعبد الله بن سلام وكعب الأحبار يعني قلة قليلة. قال لو آمن بي 10 لآمن بي بنو إسرائيل جميعا. قال من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، وهذه إقامة حج عليهم. فليهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، ويأتي يوم القيامة ولا حجة له. ولأن الله جل في علاه بيّن أنه أقام عليهم الحجة بعدما حرفوه كتاب الله، وما حرفوه إلا عن علم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. ويريدون أن يبدلوا كلام الله، هذا من المنافقين في قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله موعيد بغنائم خيبر، لأن الله وعده بغنائم خيبر. فأهل الحديبية خاصة الذين يقسم بينهم غنائم خيبر، لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب، ولا الذين تخلفوا عن الغزو ولا الصلح، هم الذين تخلفوا عنه. فالذي تخلف عنه من باب أولى ألا يأخذ شيئا. لذلك قال يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فلا يقع هذا الباب لا شرعا ولا قدرا، لا شرعا لا يباح لهم، ولا قدرا أن الله لا يقدر ذلك. ولهذا قال الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية بأن الغنائم لهم، وهذا ما اختاره الإمام ابن جرير، وأيضا هو اختاره، وهذا معلوم والسنة معلومة
أنها تسير في ركب القرآن، يريدون أن يبدلوا كلام الله. والآية فيها تكرار، قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هنا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، إذن بدلوا الكلام على بصيرة كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن من يتبعوهم فلا يصلون إلى ذلك، هم يعمون عليهم. قال الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. قل لن تتبعونا، قال العلماء يعني في خيبر، وهنا هذا خبر بمعنى النهي. قال كذلكم قال الله من قبل، يعني قال الله جل في علاه من قبل بأن الغنائم، غنائم خيبر لأهل الحديبية خاصة، غنائم خيبر لأهل الحديبية خاصة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال، يبقى أثبت الكلام لله وأثبت القول، وهذا كله تأكيدا إلى أن المسألة دائرة في الكلام على صوت وحرف، وأن الله تكلم بصوت، وأرجع الحرف الآن. هل يصح؟ استغفر الله، استغفر الله، حاشا لله، حاشا لله، الله تكلم بصوت وإيش؟ وحرف. الله تكلم بصوت وحرف. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، ونادى هما ألم أنهكما ربكما أن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وفي قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، قال واتل ما أوحي إليك، قال واتل ما أوحي إليك، فتلاوة ما أوحي إليك وأوحي إليه الكتاب والسنة، وأوحي إليه الكتاب والسنة، والدلالة ذلك قول الله جل وعلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال الله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. واتل ما أوحي إليك، والحق أنه كما قلنا الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل، قال من كتاب ربك، من كتاب ربك، فأضاف الكتاب لله جل في علاه. قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أضاف الكتاب لله جل في علاه، أضاف الكتاب للرب، وهذه اللفتة أيضا بأنه أتى باسم الرب هنا على أساس مسألة الربوبية، وأن الله عظيم في صفاته سبحانه جل في علاه، ومن عظيم صفاته الكلام، يتكلم بما شاء كيف شاء، وأن الله أنزل على عباده هذا الكتاب، هذا القرآن. فالكتاب هنا والمكتوب تكتبه الأقلام، لكنه هو كلام الله جل في علاه الذي قال فيه الله جل في علاه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والوحي لغة الإعلام في خفاء، الوحي هو إعلام في خفاء كما حدث لأم موسى وحدث لمريم، لكن في الاصطلاح إعلام الله أنبياءه بالشيء إما بكتاب أو رسالة ملك أو منام أو إلهام، فهنا طرق كثيرة يأمر الله بها لفعله. المنامات أو المنام فقط لها حكم مترتب لمنام الأنبياء، لأن رؤيا الأنبياء حق. إبراهيم ماذا قال؟
يا بني، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصادقين من الصابرين. يبقى إذن في الاصطلاح ال 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 الوحي هو إعلام الله بأنبيائه بالشيء، إما بالكتاب أو برسالة أو ملك أو منام أو إلهام، هذه طرق الإعلام للرسول. قال الله جل في علاه: اطلب ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. عندنا هنا الآن دلالة شاهدان في الآية الأولى كتاب ربك، أضاف الكتاب لله جل في علاه، والإضافة أضافة التشريف، والكتاب هنا على ما قال الشافعي وقال علماء هنا الكتاب بمعنى القرآن، الكتاب هنا المقصود به القرآن. قال لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته، فالإضافة هنا تعم، يعني الكلمات تعم، تكلم الله جل في علاه بما شاء وقت ما شاء، تكلم مع أنبيائه وأصفيائه، تكلم مع خلقه، أمر السماء وأمر من في السماء وأمر أيضا الجنة والنار، فالله جل في علاه تكلم مع جميع خلقه، تكلم الله جل في علاه مع جميع خلقه، هو في رد على أهل البدع والضلالات. ففي قول من كتاب ربك والقرآن، وصرفنا لك نفرا من القرآن، نفرا من الجن يستمعون القرآن، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، هذا قال أتلو ما أحيى إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، في إضافة كلمات لله في علاوة إضافة صفة للموصوف، لا تتغير ولا تتبدل ولا تحرف. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأيضا كلمات الله لا حصر لها ولا عدد. قال في آخر سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في هذه الآية كغيرها دليل كما قلنا على إضافة الكلمات لله جل في علاه، إضافة الصفة الموصوف. وقال الله جل في علاه: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. طبعا إن هذا القرآن، قرآن مصدر قرأ أي جمع، لجمع السور أو ما في الكتاب أو أحكامها في الكتب السابقة. وقال إن هذا القرآن، قلنا قرآن مصدر قرأ، مصدر قرأ يعني جمع، فهذا القرآن قد جمع كما قلنا السور وجمع أحكام الأمم السابقة، لذلك سمي قرآنا. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، يعني يبين لبني إسرائيل، يقص على بني إسرائيل الذين أنزلت التوراة وخط لهم التوراة الله جل في علاه. قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وذلك اختلافهم في أمر عيسى عليه السلام، اختلفوا فيه، الاختلاف فيه على أساس أنه هل صلب ولا ما صلب، قتل ولا ما قتل، ولأن الله على مكر بهم كما مكر،
الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فهنا رفعه الله جل في علاه فشبه عليهم وخلط عليهم كما قال الله جل في علاه أن الذين اختلفوا فيه لا في شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قد إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا. وأيضا الكتاب اختلفوا في عيسى عليه السلام أيضا هذا اليهود من النصارى اختلفوا في عيسى ومنهم من قال بناه كذا ونسبوه لله ابنا حاشا لله تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. والحق بأن القرآن بيّن أن عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه عبد من عباد الله خلقه الله جل في علاه كما خلق الجميع خلقه من التراب وقال له كن فيكون. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأيضا اختلافهم على أنبيائهم واختلافهم على موسى عليه السلام بيّن الله لهم ذلك في هذا الكتاب. لذلك هذا الكتاب معجز، هذا الكتاب يعني صالح لكل زمان ومكان. قال الله تعالى وهذا كتاب أي القرآن كما بينا قبل ذلك أنزلناه مبارك أي كثير البركة وكثير النفع وكثير الخير. وهذا كتاب أنزلناه مبارك قوله لا رأيته قال ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله أكبر. اللهم اغفر لنا رب العالمين. اللهم اغفر لنا. هذا التدبر والتفكر في كلمات الله جل في علاه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله متصدعا يعني متشققا لرأيته خاشعا متذللا رأيته متصدعا متشققا من خشية الله جل في علاه. هذا القرآن يزلزل الجبال تتصدع الأفئدة وتتزلزل الأبدان من خوف الله جل في علاه وخشيته. لكننا نحتاج إلى ذلك. بعض السلف كان يقرأ الآيات يعني وصل إلى آية في الحاقة فشهق فمات. عمر بن الخطاب يمشي فيسمع الرجل يقرأ في قول الله جل في علاه والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع خر صريعا. مرض شهرا كاملا يعودونه لا يعلمون ما به. بل حالة الكافر إذا سمع ويهتز. جبير بن مطعم يقول أنه مر بالحجر حالة كوني كافرا قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور قال إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال جبير كاد قلبي يطير. فأولئك الذين يتمتعون بذكر الله جل في علاه فإنهم تتصدع أركانهم إذا سمعوا آيات الله جل في علاه. كان أبو حنيفة إذا قام من الليل قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى نهايته فيقبض على الإحياء باكيا ويقول يا من تأخذ بمثاقيل الذر اغفر لي. اللهم اغفر لنا رب العالمين. وهذا فيها دلالة واضحة جدا على أن الجمادات يوحدون الله جل في علاه. الكون كله يغرد توحيدا فالجمادات يوحدون الله جل في علاه بالتسبيح والتحميد. شوفوا انظر ماذا قال لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إذن ويخشى الله والجمادات أيضا تسبح. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم حجرا في مكة كانوا يسبح عليه كلما رأني كانوا يسلم عليه كلما رأني. وابن مسعود يقول كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي قولي وإذا بدلنا آية مكان آية أي نسخناها وأنزلنا غيرها لمصلحة العباد، وإذا بدلنا آية مكان آية وإذا بدلنا آية مكان آية أي نسخنا آية وأنزلناها وأنزلنا آية أخرى غيرها لمصلحة العباد، وما يكون صالحا للعباد قد يكون بالأخف وقد يكون بالأثقل وقد يكون بالمساوي. فقال إذا بدلنا آية مكان آية يبقى إذا نسخه الآن، فقول لا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. وإذا بدلنا آية مكان آية أي نسخناها وأنزلنا غيرها لمصلحة العباد. قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، فيها دلالة على علو الله وعلم الله وأن القرآن منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بما ينزل، فالله أعلم بما يصلح به خلقه وبما يفسدون، وأيضا يعلم الله تعالى متى يكون النسخ، فيما يكون النسخ، كيف يكون النسخ للنظرة المقاصدية، والله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفتر، أي الكفار عندما يرون هذه الآيات الباهرات القاهرات يقولون إنك مفتري، استغفر الله، يقولون إنك كذاب. وهذا كان أشق ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرفع بصره إلى السماء. نعم، قال الله جل وعلا لقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قالوا إنما أنت مفتر أي كذاب، قال الله تعالى بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون الحكمة النسخ ولا يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم والرسول الحق الصادق المصدق. قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قل نزله نزل القرآن، والتنزيل والإنزال هو مديء شيء من أعلى. قل نزله روح القدس من ربك أي جبريل عليه السلام، روح القدس هنا وجبريل، فجبريل سمعه من الله جل وعلا، هذه فيها دلالة أن الله تكلم به وسمعه جبريل، فسمعه من الله والنبي يعني سمعه من جبريل وهو الذي نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. وجبريل هو الروح الأمين. نعم. لذلك قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولم يقل أحد قط من السلف أن محمد صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من الله مباشرة، والقرآن ما سمعه إلا من جبريل، أنه قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ وربك الأكرم. ومن قال بذلك فقد ضل ضلالا مبينا، النبي لم يسمعه من الله جل وعلا، وإن كان الله تعالى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله جل وعلا، وإن كان النبي قد سمع كلام الله جل وعلا، نعم سمع كلام الله حينما قال هي 55 لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام عبيد. ولذلك السلف جميعا قالوا واتفقوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم يبلغ أمته به، وهذه فيها دلالة أن هذا القرآن نزل به الروح الأمين وأنه منزل من علو للنبي الأمين، والذي نزل به وسمعه وأوصله هو جبريل إلى رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم. بهذا نقف عند هذه ونختم الآيات إن شاء الله في الدرس القادم، وكما قلنا ما زال المصنف يبين لنا الفوارق بين أهل السنة والجماعة والبدع والضلال. لو في أسئلة تفضلوا.